أهلاً بكم في نشرة الاقتصادية أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني أن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البحرين والولايات المتحدة قد ساهمت في ارتفاع حجم صادرات المملكة إلى أمريكا بنسبة 100% وذلك بعد مرور عشر سنوات على توقيعها وأوضح الزياني في فعالية نظمها مركز مبادرات المشروعات في الغرفة بالتعاون مع السفارة الأمريكية أن نسبة الصادرات الأمريكية إلى البحرين زادت بنسبة 8 بفضل اتفاقية التجارة الحرة وأكد المشاركون في الفعالية أن الاتفاقية تعتبر بمثابة حجر أساس في تاريخ العلاقات الاقتصادية البحرينية الأمريكية حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ملياري دولار أطلق التمكين بالشراكة مع مؤسسة موغلي ورشة عمل لمدة أربعة أيام ضمن برنامج توجيه مخصص لدعم نمو وتطوير رواد الأعمال البحرينيين. وتأتي ورشة العمل تحت مظلة برنامج توجيهي رائد من تمكين في مرحلته التجريبية. وقد تم اعتماده من قبل المنظمة الأوروبية للإرشاد والتوجيه حيث سترتب علاقاتنا توجيهية لرواد الأعمال المشاركين الذين سيتم إرشاد من قبل موجهين بحرينيين مدربين من الناحيه المهنيه والشخصيه لمده عام من اجل زيارة فرص نجاحهم خلال رحلتهم الرياديه. ويهدف البرنامج الى دعم رواد الاعمال في البحرين على الصعيدين المهني والشخصي لتعزيز مهارات القياده لديهم اضافه الى توفير الفرص لتوسيع اعمالهم على الصعيد الاقليمي. والله هي صراحة من اللي شفناه صراحه واللي يميز الرياضيين البحرينيين او الانتربنيوز البحرينيين يعني حسينا في جديه كبيره في في العمل مستوى التعليم عالي جدا في حماس شديد وفي افكار جميله جدا يعني في افكار خلاقه ومميزه صراحه من اهم المهارات اللي احنا بنركز عليها هي مهاره التواصل لانه كعلاقه ارشاديه مبنيه تماما على موضوع التواصل ما بين المرشد او الموجه والريادي نمى القطاع غير النفطي في البحرين أكثر من 3% في 2015 وذلك وفقا للتقرير الاقتصادي الفصلي الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في حين بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي 2.19% وبلغ النمو في قطاع البناء بنسبة 6% وقطاع الخدمات الاجتماعية والخاصة نسبة 7% وقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 7% 13 في حين انخفضت حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتصل إلى 19٪؛ الأمر الذي يعكس نجاح الجهود التي تبذلها البحرين في مجال التنويع الاقتصادي.